قطعنا 23 كيلومتراً من بلدية بوغرة بالبوليدة لنلتقي الحاجة ربيعة التي استقبلتنا بابتسامتها في أعالي جبال أولاد علال. 67 سنة وأنا نخدم هنا يا. والحمد لله أنا اللي جيني مرضى هكذا حمى ولا ذيك ولا روماتي زالك تعرفي، بس مرضى واحد آخر نقول الحمد لله الحمد لله. أنا الصباح نروح لمعزاتي ونعجاتي نحلبهم ونشعل النار وندير قهيوة نشربها ونطلق نعيجاتي نطلق عيزاتي يروحوا يسترحوا وندور نصلح الكوري ونوجد ماكلتي ونخرج ننقش في وقت الفول ننقش في وقت البلاط نروح نلقط البلاط في وقت الزيت نروح نلقط الزيتون. أنا كل شيء شاب دون غرس نلتح نشري الزيت والسكر والقهوة هذا ما كان نغرس البطاطا الذرة نغرس القرعة القليشة بهناك والثانية كورجات كما تقولوا شتومة نغرس ونزرب نهار كامل نزرب كما تشوفيني نزرب على الضربين نزرب على الهوايش قاعدة ما يدخلوش ليا هاني هذا والزرب على الهوايش نروح من الأرض تاعي حنونة عندي غير على بلادي وعلى ترابي ونضل كما كتشوفي نحي قندولة نحي الغابة كيما راك تشوفي فيا ونقول لولاد ابني عمي نقول لهم ما تخلوش بلادكم بلاد جدودنا هذه احنا خاصتنا طريق بنتي وخاصتنا تريسيتي تريسيتي ما عندناش راني نقول اللي تعاوننا يعاونونا بالتقاسم شوية. كيفاش تاكلي كيفاش طيبي اطيب ها وليتي الكالون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكيما قالش ونحيي لجان تاع الجزائر من الحدود للحدود ربي يحفظهم ان شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله وربي يحفظ لنا الرئيس تاعنا وان شاء الله يرفد الضر اللي راه فيه ان شاء الله والله يرحم الشهداء راه مليون ونص على البلاد هذه الله يرحمهم الله يعمل عظيمتهم في الجنه ان شاء الله كما هما هما ما انا عايشين هنا ما انا ناكلوا هنا ما انا مستقلين هكذايا ربي يحفظكم ان شاء الله ربي يحفظكم ربي يحفظ.